وقتها أنا مقاطعك لو تسمح سي خالد سامحني. مشاهدينا الكرام، زميلتي فاتن الوساتي معي مباشرة، نحن في قصر قرطاج بعد هذه اللحظة التاريخية وبعد هذا الحديث الثنائي بين الرئيس المغادر لقصر قرطاج والرئيس الجديد الأستاذ قيس سعيد، فكلمة تتوجهون بها مباشرة هكذا دون رتوش كما نقولوا للشعب التونسي، والكلمة لسيد محمد ناصر المغادر قبل. نحب نهني السيد قيس سعيد الرئيس الأستاذ قيس سعيد بثقة الشعب التونسي، ونحب نهني الشعب التونسي بوجود وباختيار وبانتخاب الأستاذ قيس سعيد في المكان هذا، نظرا لما يعرفوه التوانسة من ثقة ومن استقامة ومن محبة للخير، ونعتقد أن هالثقة هذه هي اللي باش تكون أكبر أحسن يعني وسيلة لتمكينه من الاستجابة إلى حاجيات وتطلعات الشعب التونسي. نتمنى له التوفيق في العمل متاعه والنجاح لمواصلة مسؤوليته. شكرا لك أستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية. كن دائما حينما أدرس الطلبة أتمنى، والأمر لا يتعلق بشخصي، أن أرى اللحظة التي يغادر فيها رئيس للدولة المهامة ويتولى استقبال من سيحل محله. المهم هو أن الدولة تستمر والمؤسسات تستمر بقطع النظر عن الأشخاص، والمهم في هذه المرحلة التاريخية أن نتحمل الأمانة جميعا للاستجابة لمطالب الشعب التونسي. سنعمل بكل إخلاص وبكل جهد على حمل هذه الأمانة بالرغم من أن الوزر ثقيل، ولكن الشعب التونسي ينتظر، والشعب التونسي له الحق في أن يعيش حرا محفوظ الكرامة في وطن حر محفوظ الكرامة. الأشخاص يمرون يعبرون، سيأتي من بعد من سيأتي، المهم أن تستمر الدولة وأن تبقى المؤسسات. هذه اللحظة بالفعل تاريخية في تونس بكل المقاييس، تاريخية لأننا عن طريق الانتخابات أحدنا يغادر، ولكن سيبقى دائما مرحب به في هذا المكان، وستتم استشارته في العديد من المسائل، وآخر يحل محله يعني بالفعل بكل المقاييس. لحظات تاريخية، ويجب أن ترسخ مثل هذه الممارسات حتى تصير جزءا من الثقافة السياسية في تونس. شكرا جزيلا لكما وعلى رحابة صدريكما. إذن نواصل المراسم والتسليم وتسلم للمهام رئيس الجمهورية، تفضل. إذن مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذه المراسم، مراسم التسليم والتسلم لرئاسة الجمهورية ومقاليد الحكم الآن، والصورة واضحة لكم هنا من بهو البيات بقصر قرطاج في حدث تاريخي فيه الكثير من العزة والافتخار بهذه الصورة الناصعة لهذه الأمة التونسية والتي تشع إلى العالم كله. إذن ترون صورة متواصلة بخروج كل من رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد والرئيس المغادر السيد محمد الناصر. وهذه صورة التي يجب أن نراها دائما في مثل هذه المناسبات في هذه الديمقراطيات التي نشهدها، وكانت لنا تجارب سابقة لها منذ ثورة الحرية والكرامة. الآن رئيس الجمهورية يتوجه إلى الساحة الشرفية
ومن هناك هناك ينتظر تحية الجيوش الثلاثة وتحية العلم. طبعا الصور أمامكم مشاهدينا الكرام، ونحن في متابعة لهذا الحدث التاريخي الذي تشهده بلادنا بعد انتخابات حرة. وهذا رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد يودع الرئيس محمد الناصر المغادر لقصر قرطاج. إذن رئيس الجمهورية يتقدم إلى مراسم تسلمه للسلطة وانتظار الجيوش الثلاثة في الساحة الشرفية أمام باب الديوان كما هو معروف داخل قصر قرطاج، القصر الرئاسي، هذا القصر الذي يروي تاريخا عظيما. كانت هذه تحية العلم، والآن تحية من الجيوش الثلاثة. جيش البر والبحرية والطيران. طبعا تحت نغمات الفوز الموسيقي للجيش الوطني. تحية عسكرية هي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهو الرئيس. إذا في صور للصحافة وزملاء الإعلاميين هنا في قصر قرطاج، والآن يدخل القصر للجلوس في مكتبه والانطلاق في العمل. فألف مبروك لتونس بهذه اللحظة التاريخية وهذه الصورة الناصعة للديمقراطية التونسية. الكلمة لك زميلتي فاتن، ونعود إلى استوديوهاتنا المركزية لنتابع هذا الحدث التاريخي. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك إقبال بهذه الصور وعائلة الرئيس في استقباله بعد تسلمه رسميا لمهامه كرئيس جمهورية رسميا اليوم 23 أكتوبر 2019. رئيس الجمهورية المنتخب بصندوق بتداول سلمي على السلطة، استمرارية الدولة، هذا هو الأهم. شكرا.